سؤال من أحد المتابعين، وهو سؤال مهم جدا. هو عنده 5 أولاد وكلهم في المدارس والجامعات، والدخل بتاعه 20,000 جنيه. هل 20,000 جنيه دي تكفي في هذه الظروف ولا لا؟ أولا يعني عايز أقول لك، أنا أعرف ناس عندها كام؟ أدي 1 3 11، تمام، والدخل بتاعهم أقل من 20,000 وأقل من 15,000، وسبحان الله الدنيا ماشية والأمور يعني ربك بيسر. يعني دول يكفوا ولا لأ يا عم وليد؟ والله الدولار النهاردة عامل حوالي 35، فهتيجي تقسم ده طبعا، بما إن إحنا هنا بالمصري مش بالدولار، هتلاقي إن دول بيكفوك. بس طبعا أكيد مش هنقول بقى الأولاد في مدارس انترناشونال وجامعات انترناشونال ومصاريف بقى في حتة تانية خالص، لأ، هنقول اللي هو الشخص المتوسط الطبيعي لو بيصرف كويس وبياكل اكل كويس في خلال الشهر على الاسره دي اللي هو السبعه، فانتوا مصاريفكم مش هتقل بحال من الاحوال من 10 ل 15,000 جنيه. يعني ده كده ايه، متوسط مصاريفكم كهرباء وغاز وميه ومش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا انت بتقول السكن ملك، فده برضو هيوفر كتير جدا. يعني انت ال 10,000 دي هتصرفها في الوضع اللي هو احنا بنقول شخص مواطن عادي مصاريفه متوسطه، بياكل كويس ويشرب كويس ومعيشته تعتبر كويسة. المبلغ ده هيكفي وهيزيد معاك بإذن الله. وطبعا يعني كل شخص، انا بقولك على اللي هو الايه، متوسط الاستهلاك بتاع الاشخاص يعني. خلاص، انت بقى هتصرف ببذخ اكتر وبتاع، والله هتشوف بقى الميزانية بتاعتك. طبعا انصحك ان انت تبقى محدد الميزانية بتاعتك للبيت قد ايه، توفر قد ايه، عيال المصاريف بتاعتهم وما الى ذلك. مستعان بالله ولن تعجز بإذن الله. أتمنى أكون جاوبت على السؤال، وما تنسوش سبسكرايب وشير، وربنا يوسع علينا جميعا. سلام.